الحمد لله يفرح بتوبة التائبين ويجعل ذلك من أفضل أعمالهم. نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه. وبعد، لا زال الحديث في سورة التوبة، والتوبة سميت بهذا الاسم لتضمن آخرها لذكر توبة الله على نبيه ومن معه من المهاجرين والأنصار، كما سنقرأ في الآيات التي معنا في هذا اليوم، وهي آخر آيات من سورة التوبة. رزقنا الله وإياكم فهمها ومعرفة معانيها. فليتفضل القارئ بارك الله فيه وأصلح الله ذريته بقراءة الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله
ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لما نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمنافقين وبين له أن هؤلاء المنافقين لا ينتفعون باستغفارك لهم سواء عليك استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ذكر الله جل وعلا أن هذا الحكم يشمل المنافقين والكافرين لأنهم كذبوا بالله وكذبوا على الله وكذبوا بما جاء من الله جل وعلا ولذا نهي أهل الإيمان عن أن يستغفروا لهم فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أي لا يحسن
ولا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالذين آمنوا أن يستغفروا لمن كان كافراً مشركاً، لأنه قد ظلم في أكبر قضية ألا وهي إفراد الله بالعبادة. قال: ولو كانوا أولي قربى، لأن بعض الصحابة عتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يستغفر لقرابتهم من المنافقين، فنزلت هذه الآيات تبين شأن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن الاستغفار إنما يكون للمؤمنين، أما الاستغفار لغيرهم فإنه لا يفيد شيئا، ومن ثم فإنه لا يليق بنبي الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنهم قد علموا أنهم أصبحوا من المشركين وحقت عليهم كلمة العذاب، وبالتالي لا ينتفعون باستغفار من يستغفر لهم. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم، لما ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم أنه قال لأبيه لا أستغفرن لك، احتج بعضهم بهذه الآية فقال إبراهيم استغفر لأبيه مع أن أباه كان ضالا مشركا، فبين الله جل وعلا أن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان حال حياته يظن أنه سينتفع بهذا الدعاء فيؤمن في حياته، فلما تبين له أنه مات على الشرك انتهى عن الاستغفار لأبيه. ولذا قال: وما كان استغفار إبراهيم، أي ما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا حينما وعده فقال له لا أستغفرن لك، فكان ذلك وعدا من إبراهيم لأبيه. فلما تبين، أي اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله وأنه مات على الشرك، حينئذ ترك ما كان وعد أباه به بقوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وحينئذ علمنا أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه قبل أن يتبين له أنه سيموت على الشرك، فلما تبين له أنه سيموت على الشرك أو مات تبرأ منه، أي ترك الاستغفار له وعاد متأدبا مع الله جل وعلا. قال تعالى: إن إبراهيم لأواه، يعني رجاع إلى الله جل وعلا، كثير الندم على ما مضى من أيامه وما كان من استغفاره لأبيه، وهو حليم بمعنى أنه لا يعاجل بالغضب بل كان يصفح عمن كان يعارضه. فمع أن أباه كان يعارضه وكان أبوه يجهل عليه، بل قد قال أبوه له لأرجمنك، ومع ذلك كان إبراهيم يقول لأبيه سأستغفر لك، حتى تبين له ما قدر الله عليه من الموت، فحينئذ تبين له حال أبيه وانتهى عما وعد أباه بقوله سلام عليك سأستغفر لك ربي. فكان من شأن إبراهيم أن يرجع إلى الله تعالى، فكأنه يقول اقتدوا بإبراهيم في ذلك. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني إذا أنعم الله جل وعلا
بالهداية على بعض عباده، فإنه حينئذ يوضح لهم الحق والصراط المستقيم، وينعم عليهم بأن يجعلهم يستمرون عليه. وقوله حتى يبين لهم ما يتقون، هذا لبيان منتهى الأمر، أي أن الله يعرف هؤلاء المؤمنين بأحكام شرعه من أجل أن يلتزموا بها ويسيروا عليها ولا يكونوا جاهلين بها. ومن معنى هذه الآية أيضا أن الله يقيم الحجة على العباد ويوضح لهم شرعه، بحيث إذا خالفوا أمره كانت مخالفتهم بعد قيام الحجة عليهم. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، فهو سبحانه المطلع على جميع ما يصلح العباد، والمطلع على طاعة من أطاع وإعراض من أعرض. ثم قال تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض، فهو المتصرف فيهما، وهو الذي أوجدهما، وهو الذي سيطويهما في آخر الزمان، وهو جل وعلا يحيي ويميت. فما من حي من الإنس والبهائم والحيوانات والطيور إلا والله هو الذي أحياه، وما من ميت يموت إلا والله جل وعلا هو الذي قدر عليه الموت. وحينئذ يعلم العبد أن المالك المتصرف في الكون المدبر له هو رب العزة والجلال، الله الواحد الأحد، ومن ثم يتوجه إليه دعاء وعبادة وتضرعا. وحينئذ يستشعر أن الله جل وعلا هو الغالب في أمره، وأنه المتصرف في كونه، وأنه لن يستطيع أحد أن يترك تدبير الله جل وعلا له. ولذا قال: وما لكم من دون الله من ولي، أي لا يوجد أحد يتولاكم فيجلب لكم المنافع ويدفع عنكم المضار من دون الله تعالى. وهكذا لا يوجد نصير لكم أو عليكم من دون الله جل وعلا، فالله هو الذي ينصركم إن شاء، وهو الذي يترك نصركم فيكتب عليكم الخذلان متى كان ذلك من شأنكم. ثم يخبر الله عن التوبة التي ختم بها هذه السورة، فقد قال في أول هذه الآيات: التائبون العابدون. ثم قال هنا: لقد تاب الله على النبي. والتوبة الرجوع إلى الخير والهدى، وتوبة الله للعبد بعوده إلى تنقية صفحته وإزالة ما كان فيها من غفلة أو إعراض. وطلب التوبة لا يتنافى مع أصحاب درجات الكمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم على علو منزلته ورفعة درجته عند الله جل وعلا يحتاج إلى التوبة من الله جل وعلا. ولذا كان من دعاء الأنبياء عليهم السلام أن يقول قائلهم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله أن يغفر له وأن يتوب عليه. وأرشد أصحابه في حالات الكمال
إلى أن يطلبوا المغفرة والتوبة. فلما جاءه أبو بكر الصديق وهو أفضل الأمة مع علو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما أقول في صلاتي؟ فأرشده إلى أن يطلب المغفرة. وهكذا لما جاءته عائشة مع علو مكانتها وسألته أن يعلمها ما تدعو به في ليلة القدر، علمها أن تطلب العفو من الله جل وعلا. وهذه السورة نزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك حدثت في وقت حر شديد مع ضعف إمكانات الصحابة وقلة ما لديهم من الزاد وقلة ما لديهم من الظهر الذي يركبونه، وتوجهوا إلى الروم الذين كثر عددهم وعندهم من الإمكانات والأسلحة الشيء الكثير. فهذه أسباب قد تجعل بعض النفوس يعرض لها أن تتخلف عن هذه الغزوة. فلذا قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فالمهاجرون الذين تركوا مكة إلى المدينة يرغبون فيما عند الله جل وعلا، تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم يرجون ما عند الله، والأنصار الذين بذلوا ما لديهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، ووصفهم بقوله: الذين اتبعوه في ساعة العسرة. العسرة الضيق الشديد، وذلك أنهم كجاء الأمر بالخروج إلى تبوك في وقت الحر الشديد ووقت ضعف إمكانات الصحابة. ولذا قال: من بعد ما كاد، يعني قد وجد شيء من الهاجس يزيغ قلوب فريق منهم، أي تميل القلوب إلى ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في الظلال التي وجدت وفي التمور التي حل موسمها. ولكن الله جل وعلا يمن على بعض عباده بأن يثبتهم وأن يجعلهم مستمرين على طاعته جل وعلا، وهذا من رحمة الله بهم. ولذا قال: ثم تاب عليهم، أي أعادهم إلى الصراط المستقيم وأزال ما في نفوسهم من هذه الوساوس والهواجس الشيطانية التي لا يؤاخذون بها. ثم قال: إنه بهم رؤوف رحيم، أي يرأف بحالهم ويتلطف بأمورهم ويرحمهم، وبذلك جعلهم يقبلون على طاعة الله والجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبعد ما في نفوسهم من رغبة من وساوس في الرغبة في البقاء. ثم قال تعالى: وعلى الثلاثة. كان هناك ثلاثة من الصحابة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أن المنافقين كذبوا في التماس أعذار هم كاذبون فيها، بينما هؤلاء الثلاثة أقروا بخطئهم وبيّنوا أنه لا عذر لهم في التخلف عن هذه الغزوة. فحينئذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم
والاستغفار لهم. فقال: وعلى الثلاثة، أي الذين تركوا ولم يبت في أمرهم ولم يستغفر لهم حتى أمر الناس بتركهم وعدم مخاطبتهم وعدم الحديث معهم، بل أمروا بترك نسائهم بحيث يبقون في بيوتهم وحدهم. قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، أي تعسرت واشتدت الأرض على سعتها بما رحبت، فأصبحت الأرض عندهم ضيقة لما جاءهم من الهم الشديد والغم الذي ارتاب على نفوسهم، خشية من ألا يغفر الله لهم وخوفا من أن يعذبوا في الدنيا أو في الآخرة بسبب ذلك. ولذا قال تعالى: ضاقت عليهم أنفسهم، أي كان عندهم من الحرج في نفوسهم والخوف عليها أن تعذب نفوسهم. وظنوا، أي تيقنوا، والظن يطلق على اليقين الذي يحصل من غير حس. قال كما قال في الآية الأخرى: وظنوا أنهم ملاقوا ربهم. قال: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا أنه لا ملاذ ولا عاصم من الله جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى. ثم تفضل عليهم بعد 50 ليلة فتاب عليهم من أجل أن يكون هذا سببا لتوبتهم وعودهم إلى الله تعالى. ثم قال سبحانه: إن الله هو التواب، أي كثير التوبة على العباد، يقبل التوبة من العبد ولو تكررت، وهو الرحيم الذي يرأف بعباده ويرحمهم. فلما صدق هؤلاء الثلاثة نزلت توبتهم من عند الله جل وعلا. ولذا أمر أهل الإيمان بأن يسيروا على الصدق، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اعملوا بطاعته، وليكن من شأنكم أن تبتعدوا عن معصيته، وكونوا مع الصادقين، أي اصدقوا في مقالكم، فلا تتحدثوا إلا بالصدق، ولا تعتذروا إلا بالصدق، لتكون لكم النجاة. وهكذا أمرهم الله بالصدق في عقائدهم، بأن يبتعدوا عن النفاق الذي فيه إظهار للإيمان مع إبطان ضده من الكفر. ثم ذكر الله جل وعلا أن شأن أهل الإيمان أن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الغزوات والسرايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. النوع الأول ما شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأصل أنه يجب على الجميع أن يشاركوه في تلك الغزوة. والنوع الثاني السرايا التي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فهذه لا الوجوب فيها فرض كفاية، بحيث يجب أن يبقى بعض الناس ليتعلموا دينهم ويتفقهوا فيه. ولذا قال في الصنف الأول، وهي الغزوات التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان، أي لا ينبغي ولا يليق بأهل المدينة، أي سكان المدينة النبوية ومن حولهم، أي من سكن البوادي المجاورة
للمدينة من الأعراب ما كان لهم أن يتخلفوا، أن يتركوا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، بحيث يتمنوا السلامة لأنفسهم ويبذلون ذلك ويتركون بذل السلامة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمن مأمور بأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبته لنفسه. ثم ذكر لهم معنى عظيما، وهو أن جميع ما يحصل لهم في غزوتهم سيسجل في ميزان حسناتهم يجدونه يوم لقائهم لله جل وعلا. والأعمال التي يجدونها في الجهاد على نوعين: أعمال مقصودة، فهذه يؤجرون عليها وتكتب في ميزان حسناتهم، من مثل النفقة ومن مثل ما يقطعونه من المسافات لمواجهة العدو. وهناك أعمال ليست مقصودة لذاتها، وإنما تقع تبعاً، فمن وقعت له تبعاً كانت له في ميزان حسناته. فإن المشقة ليست مقصودة لذاتها، ولا يؤجر العبد على اختيار المشقة لذات المشقة، لكن إذا كانت هناك طاعة وعبادة في ثنايا طريقها مشقة، فإن العبد يؤجر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك. وأما إذا كانت المشقة ليست طريقا لطاعة مقصودة، فهذه المشقة غير مرادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه. ولما وجد حبلا في المسجد سأل عنه، فقالوا: هذا لفلانة، إذا فترت تعلقت به، فقال: حلوا ليصلي أحدكم نشاطه. الحديث. فذكر أولا المشاق الحاصلة على طريق التبع، فقال بأنهم، ذلك بأنهم، أي السبب في وجوبه قتالهم مع رسول الله عينا، أنهم لا يصيبهم، أي لا يلحقهم ولا يأتيهم ظمأ، وهو العطش وقلة الماء، ولا نصب، أي التعب والإجهاد البدني، ولا مخمصة، أي الجوع ونقص الأكل في سبيل الله، أي في طريق خوضهم إلى الجهاد في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي يصلون إلى محل يكون سببا من أسباب غيظ الكفار من المسلمين وحنقهم على أهل الإسلام، ولا ينالون من عدو نيلا، أي لا يأخذون من العدو، سواء أخذوا من الغنائم أو أخذوا من الأراضي أو أخذوا من النفوس بالسبي أو أخذوا من النفوس بالقتل، إلا كتب لهم، أي سجل لهم في ميزان حسناتهم على أنه عمل صالح يؤجرون عليه يوم القيامة. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي أن أهل الإحسان في عبادة الله الذين يعبدون الله كأنه يراهم وكأنهم يرونه، يسجل الله أجرهم كاملا، لأنهم أصبحوا مخلصين في أعمالهم. والنوع الثاني من الأعمال ما هو مقصود، فهذا يسجل أيضا للعبد، ولذا قال:
ولا ينفقون، أي لا يبذلون من أموالهم نفقة صغيرة ولا كبيرة، سواء النفقة التي يبذلونها لأنفسهم في الجهاد بالزاد وبالراحلة ونحو ذلك، أو ما يبذلونه لغيرهم من أجل أن يجاهد. قال: وكذلك لا يقطعون واديا، أي لا يتجاوزون واديا من الأودية يصلون به إلى عدوهم الذي يقاتلونه، والوادي مجرى السيل. قال: إلا كتب لهم، أي سجل حسنات في ميزان حسناتهم، ليجزيهم أي ليثيبهم الله وليعطيهم أحسن ما كانوا يعملون، أي لينيلهم ثواب أفضل الأعمال التي قدموها. وبالتالي فإن جزاء الله أوفى بإعطائه أحسن الثواب لما يؤديه الإنسان من الأعمال. ثم ذكر جل وعلا الصنف الثاني من أصناف القتال، وهو الذي لا يشارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون القتال من فروض الكفايات، وأمرهم بأن يبقى بعضهم من أجل أن يتعلموا دين الله وأن يعرفوا أحكام الشريعة. ولذا قال: وما كان المؤمنون، أي ليس من شأن أهل الإيمان لينفروا كافة، أي ليذهبوا للجهاد جميعا في الغزوات التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليهم أن يبقوا طائفة ليتفقهوا في الدين، أي يفهموا دين الله ويعرفوا معاني كلام رب العزة والجلال، ويفهموا ويحفظوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: فلولا نفر، أي أسرع لطلب العلم من كل فرقة منهم طائفة، أي من كل جماعة جزء من 13 ليتفقهوا في الدين، أي ليعلموا أحكام الشريعة ويفهموا كلام الله ويحيطوا بما يجب عليهم وعلى غيرهم، ولينذروا قومهم من أجل أن يبلغوا هذا العلم الذي استفادوه بنذارة قومهم وتخويفهم من العقوبة في ترك طاعة الله عز وجل إذا رجع المجاهدون إليهم، من أجل أن يوجد عندهم ابتعاد عن أسباب دخول نار جهنم، وابتعاد عن كل ما يوصل إلى شيء من العقوبات التي يعاقب الله بها العباد. ولذا قال: لعلهم بهذه النذارة يحذرون، فيجتنبون الأسباب المؤدية إلى نزول عذاب الله بهم. ثم وجه الله جل وعلا النداء لأهل الإيمان بأن يستمروا على الجهاد في سبيله، فقال: قاتلوا الذين يلونكم، أي يكونون قريبين منكم من الكفار. وقد جاء في النصوص الأخرى أن ذلك من أجل إزالة الولاية الكافرة التي تصد الناس عن الاستجابة لأمر الله. قال: وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة وقوة، بحيث ترهبونهم فيقع خوفكم في صدورهم، ومن ثم يهربون من مقابلتكم. قال تعالى: واعلموا، أي تيقنوا واجزموا بأن الله مع المتقين الذين اتقوا الله فابتعدوا عن معاصيه والتزموا طاعته
فإن الله معهم ينصرهم ويؤيدهم ويتولى قضاء حوائجهم. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من أحوال المنافقين، ألا وهو أنه إذا أنزلت سورة وجاءت أحكام شرعية من عند الله جل وعلا، أو جاءت سورة فيها فضح المنافقين وبيان صفاتهم، فإنهم حينئذ يتكلمون فيما بينهم: ماذا أفادتكم هذه السورة؟ وماذا استفدتم منها؟ ويرمونها بأنها لا فائدة فيها. قال تعالى: فمنهم، أي من هؤلاء المنافقين، من يقول لأصحابه في حديث السر بينه وبينهم: أيكم زادته هذه إيمانا؟ من هو الفرد الذي ازداد إيمانه بعد سماعه لهذه السورة؟ فرد الله عليهم بقوله: فأما الذين آمنوا وصدقوا وأيقنوا بصدق رسول الله وبصحة هذا الكتاب، فإنه إذا جاءتهم سورة زادتهم إيمانا وارتفعت درجة الإيمان عندهم، وهم يستبشرون، أي يحسنون الظن في الله أن سينيلهم الثواب الجزيل وأن يجعل لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، فيدخلهم الجنان ويرضى عنهم وينصرهم على أعدائهم ويمكنهم منهم. فهذه تصديق لما بشرهم الله به. وفي المقابل أهل النفاق الذين في قلوبهم مرض الشبهة، فهؤلاء إذا جاءتهم السورة من القرآن لا يستشعرون ما فيها من المعاني، وبالتالي تكون وبالا عليهم، فيزدادون نفاقا على نفاقهم ورجسا على رجسهم، وحينئذ يستجلب نفاقهم نفاقا آخر وإعراضهم إعراضا آخر، حتى يستمروا على هذه الحال. فإذا وردهم الموت وردهم وهم على النفاق. فنبههم الله بقدرته عليهم، وأنه سبحانه قادر على إنزال العقوبات بهم في الدنيا، وهو قادر على فضحهم وتعريف الناس بهم. فقال: أولا يرون، أي ألا يشاهدون وألا يدركون أنهم يفتنون، أي تأتيهم ما يجعلهم تتغير رؤوسهم وآراؤهم، فيفتنون في كل عام مرة أو مرتين، إما بحلول المصائب عليهم، وإما بجعلهم يستمرون في غيهم ثم لا يتوبون. ومع أنهم يكذبون بخبر الله وخبر رسوله ويلحقهم النفاق في ذلك، إلا أنهم لا يتوبون إلى الله من هذا النفاق، ولا يرجعون إلى الله جل وعلا، ولا هم يذكرون، أي لا يوقظهم من غفلتهم وإعراضهم. وهكذا من شأن المنافقين أنه إذا نزلت سورة فحينئذ يجتمعون وينظر بعضهم إلى بعضهم الآخر مستنكرين لهذه السورة، قادحين فيها بآرائهم الفاسدة، ويقول بعضهم لبعض: انتبهوا، لا يرى أحد أنكم قد اجتمعتم على تكذيب هذه السورة، فيكشف حالكم ويتبين للناس أنكم منافقون. ويقولون: هل يراكم من أحد؟
وهل اطلع على اجتماعكم أحد خشية من أن ينكشف حالهم؟ ثم انصرفوا أي تفرقوا وكل واحد ذهب إلى جهة. قال الله تعالى: صرف الله قلوبهم، أي أبعدهم عن الحق إلى الباطل وعن الإيمان إلى النفاق. وعلل هذا بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يدركون حقائق الأشياء ومعانيها، ولا يدركون أسرار أحكام الشريعة. ثم ذكر الله جل وعلا وصفا يشير به إلى رفعة مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلو درجته، فكونه قد تاب الله عليه لا يعني نقصان درجته عند الله تعالى. ولذا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي بعث الله عليكم نبيا من البشر فيه صفات البشر، ويعرف ما يكون على البشر، ويعتريه ما يعتري البشر من الأمراض والموت ونحو ذلك. ولا تختص كلمة من أنفسكم بالعرب، وإنما يراد بها من بني آدم. ثم هم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه، فهو واحد منهم. وفي بعض القراءات: من أنفسكم، يعني من أفضلكم وأحسنكم حالا. قال: عزيز عليه ما عنتم، أي شاق عليه ما يكون ثقيلا عليكم من الأوامر الشرعية. حريص عليكم، أي مهتم بأهل الإيمان، يسعى لجلب الخير إليهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوف، أي لطيف هين بأهل الإيمان، وكذلك هو رحيم بهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن تولوا، أي بعد نزول هذه البراءة من المشركين والمنافقين، وبعد فضحهم والتعريف بصفاتهم، وبعد ما مكروا به من أنواع المكر، إذا قدر أنهم تولوا بعد ذلك كله وأعرضوا ولم يستجيبوا، فحينئذ يعتصم الإنسان بالله جل وعلا فيقول: حسبي الله، أن يكفيني الله عن أذى هؤلاء، ويتولى شأني رب العزة والجلال، كيف لا وهو الإله الوحيد المستحق للعبادة، كما قال: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه، عليه توكلت، أي اعتمدت بقلبي على الله، وأنا أعلم أن الأسباب وحدها لا تثمر نتائجها إلا بتدبير الله جل وعلا، ولذلك توكلت عليه. وهو رب العرش العظيم، فيه توسل إلى الله بشيء من أسمائه وصفاته. والعرش قد جاءت النصوص ببيان عظمة مكانته وكبر حجمه، ولذا قال في وصفه: العظيم. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة. فمن فوائد هذه الآيات النهي عن الاستغفار للمشركين والكافرين والمنافقين الذين تبين أن نفاقهم نفاق أكبر. وفي هذه الآيات تقديم الرابطة الدينية على الرابطة النسبية،
ولذا قال ولو كانوا أولي قربى. وفي هذه الآيات البراءة من المشركين وعدم توليهم. وفي هذه الآيات ذكر حال إبراهيم عليه السلام وأنه إنما استغفر لأبيه حينما كان يرجو إسلامه، فلما مات وتبين له عدم إسلامه ترك الاستغفار لأبيه. وفي هذه الآيات فضل إبراهيم واتصافه بكونه أواها حليما، وفيه فضل الرجوع إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات طلب الهداية من الله وطلب الابتعاد عن الغواية والضلالة عنه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن تعلم العلم ومعرفة أحكام الشريعة من أسباب ابتعاد الإنسان عن معصية الله وعما يضره. وفي هذه الآيات كمال الشريعة وعموم أحكامها لجميع الوقائع البشرية، فإن الله قد أنزل هذا الذكر ليبين للناس ما يتقون. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا هو الخالق وهو المدبر للكون، وحينئذ يجب أن يكون العبد عابدا لربه وحده، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن من كان الله مولاه وكان نصيره فإنه منتصر لا محالة، وأن من لم يكن كذلك لم يكن له نصيب من الانتصار. وفي هذه الآيات فضل الله على نبيه وعلى صحابته بأن تاب عليهم وجعلهم يغنمون الأجور العظيمة في غزوة العسرة. وفي هذه الآيات أن الله لا يؤاخذ العبد بما في قلبه مما لم يجزم عليه، كما ورد في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وفي هذه الآيات فضل الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. وفي هذه الآيات ذكر مشروعية هجر المسلم إذا كان هناك فائدة، فالأصل تحريم أن يهجر المسلم أخاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولكن جاءت الشريعة ببيان أن هناك مستثنيات، من تلك المستثنيات أن تكون الهجرة لصالح المهجور كما هو الظاهر في حال الثلاثة، بحيث ينتهي عن المعاصي ويقدم على الطاعات. وقد يكون الهجران لمصلحة الهاجر حينما يخاف من المهجور، وقد يكون الهجر لمصلحة الجماعة حينما يخشى على الناس من الاغترار بصاحب المقالات السيئة والبدع المتعددة. وفي هذه الآيات أن من خالف شرع الله فلا يأمنن من نزول العقوبات الدنيوية به. وفي هذه الآيات الأمر بتقوى الله، بأن يبني الإنسان تقوى الله على الخوف منه والرجاء له والمحبة له واستشعار مراقبته.
ومن ثم يقدم على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي والذنوب. وفي هذه الآيات الأمر بالصدق، سواء الصدق في المقال كما فعل الثلاثة، أو الصدق في الفعال بأن يبتعد الإنسان عن النفاق ويبقى على الإيمان. وفي هذه الآيات وجوب جهاد المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزوة يغزوها. وفي هذه الآيات من الفوائد الترغيب في أن يحب الإنسان طاعة الله ولو كانت شاقة على نفسه. وفي هذه الآيات أن المشاقة التي تنال الإنسان في طريق فعله للطاعة فإنه يؤجر عليها ويثاب عليها، ومثل هذا المشاق التي تكون على العبد بسبب الطاعة بعد انقضائها. وفي هذه الآيات أن العبد يؤجر في طريق الجهاد على ظمأه وتعبه وجوعه، وهذا من فضل الله جل وعلا. وفي هذه الآيات من الفوائد الترغيب في أن يبذل الإنسان الأسباب لينال من عدوه. وفي هذا أن العمل بالنية الصالحة وبنية أن يكون طريقا ومساندا للطاعة يؤجر العبد عليه. وفي هذه الآيات فضل الإحسان في عبادة الله وإلى عباد الله، حيث بين الله أنه لا يضيع أجره. وفي هذه الآيات فضل النفقة في سبيل الله، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، صغيرة أو كبيرة. وفي هذه الآيات أن الذاهب للجهاد يؤجر على كل ما يقطعه من الأراضي وما يقطعه من الأودية. وفي هذه الآيات بيان أن بعض الجزاء لبعض الأعمال قد يكون في الدنيا. وفي هذه الآيات أن السرايا التي لا يشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب وجوبا عينيا على الجميع أن يشاركوا فيها. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالأمة أن تخصص طائفة ليطلبوا العلم، ليكون هذا من أسباب استمرار حلقة العلم ومن أسباب نشر هذا العلم. وفي هذه الآيات فضل الفقه في دين الله وعظم الأجر الحاصل لصاحبه. وفي هذه الآيات أيضا الترغيب في تبليغ أحكام الشريعة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الأمر بإزالة الولاية الكافرة التي تمنع الناس من دخول دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات اختيار طريق الشدة والقوة مع الأعداء من أجل أن يقع في صدورهم الرعب من أهل الإسلام، ومن ثم لا يكون هناك قتال بينهم وبينهم. وفي هذه الآيات إثبات معية الله الخاصة بالنصر والتأييد والحفظ، وإثبات أنها تكون لأهل التقوى. وفي هذه الآيات أن القرآن ينزل منجما، وأنه لم ينزل دفعة واحدة. وفي هذه الآيات أن أهل النفاق إذا نزلت عليهم آية من كتاب الله فإنهم يتحدثون ما بينهم بتكذيب هذه الآية والسورة
واتهام بأنها لا تزيد الناس إيمانا. وفي هذه الآيات بيان أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الكفر والنفاق يزيدان وينقصان. ولذا قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي هذه الآيات فضل تصديق وعد الله جل وعلا. وفي هذه الآيات الحذر من أمراض القلوب بالشبهات التي ترد إليها، فيكون الإنسان مبعدا عن هذه الشبهات. وفي هذه الآيات أن أهل النفاق في الغالب يستمرون على نفاقهم حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك. وفي هذه الآيات التذكير بأقدار الله الكونية، والتي ينبغي أن تكون موقظة للعباد، بحيث يعلمون أن الله قادر على أن يفتنهم وعلى أن ينزل بهم المصائب، وبالتالي يكون هذا من أسباب تركهم النفاق والمخالفة والمعصية. وفي هذه الآيات أن المنافق مع كثرة ما يمر عليه من الآيات والعلامات لا يقنع ولا يهتدي بمثل ذلك. وفي هذه الآيات أنه من طبيعة المنافقين إذا جاءتهم آيات نزلت قريبة أنهم يقولون أنهم يريدون أن يتفرقوا لئلا يعرف عنهم أنهم اجتمعوا في ذلك. وفي هذه الآيات بيان أن المنافقين ومن ماثلهم يعرضون عن الحق والهدى، فلا يستمعون لآيات القرآن ولا يتفكرون في معانيه، ويعرضون عن ذلك كله. وبالتالي يكون هذا من أسباب صلاح أحوالهم. أما أهل النفاق فإنهم يصرفون أسماعهم وسائر جوارحهم إلى المعاصي التي تكون عند الناس. وفي هذه الآيات أن الفقه عاصم للإنسان من الوقوع في الشبهات. وفي هذه الآيات فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أنه من البشر. وفي هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عزيزا قويا، وبالتالي لا يرغب في أن يكون هناك ما هو شاق بالمؤمنين. وفي هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يتمنون بقاء الحق والهدى وذكر الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالمؤمن أن يكون رحيما بإخوانه، ساعيا في جلب الخير والمصالح لهم. وفي هذه الآيات التوكل على الله، وبيان أن الله هو الذي يكفي العبد من أعدائه. وفي هذه الآيات إثبات الألوهية لله جل وعلا، فهو المعبود بحق دون من سواه. وفي هذه الآيات فضيلة التوكل على الله، وفيها التذكير بعظم العرش، وبيان أنه يستوعب الشيء الكثير. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا
صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومغفرة لذنوبنا، ونسأله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك فيكم، وأن يملأ قلوبكم من التقوى. اللهم هؤلاء عبادك أقبلوا إليك يريدون رضاك، ويؤملون في زيادة تقواك، ويؤملون أن يزداد إيمانهم. اللهم تقبل منهم أعمالهم، واللهم وفقهم لكل خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.